انا ما فهمتش، كاين واحد النوع ديال البشر في هاد الدنيا همهم الواحد هو يهضروا ويجبدوا المشاكل ما بين الناس، لدرجة انك واخا تكون شاد تقارك يجبدوك وكتصدق هابط لذاك المستوى المنحط ديالهم الى ما حديتيش راسك، ولكن انت انسان ونبتهم غاتوصلهم وربي تيشوف كل شيء، وفاش كتحطهم في امر الواقع تيوليو بحال الكلاب بالضالة ما تيقدروش يواجهوا ويقولوا الحقيقة. راه خاصكم تراجعوا نفسكم ونقيو قلبكم شوية من الحسد والحقد على الناس باش تعيشوا مرتاحين. هاد عظيم الضمير اللي ما عندهم حتى قيمة كيتسحب لهم راه هاد الشي دايم وبيه كيتملقوا لواحد آخرين. تشوف بنادم يهضر معاك تقول هذا بعقله ولكن قلبه مريض وكحل، خاصو يشعل العافية ما بين الناس عادي يرتاح. هاد الناس اللي هكا خاصهم واحد اللحظة يفيقوا براسهم، والنصيحة اللي غادي نعطيهم: فيقوا واحد النهار الصباح ووعدوا راسكم باش تحاولوا تكونوا مزيانين وتحاولوا تحبسوا شوية من هاد جبيد المشاكل ما بين عباد الله. وهنا أنا متأكد أن هاد الدنيا غادي يكون فيها غير الخير ما بين الناس. بسلام عليكم.